سعيد بلقائكم من جديد، واهلا وسهلا بكم اعزائي عزيزتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جليسه رياضيه. جليسه رياضيه، وكما عودناكم دائما موعد مسائي للحوار والنقاش والسجال والتداول في مواضيع تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كره القدم، على الخصوص ثلاث محاور وضيفان. في المحور الأول نرحل إلى مصر لنتوقف عند آخر استعدادات المنتخب المغربي قبل ضربة البداية، وفي المحطة الثانية سنتوقف بالقلعة الحمراء لنتعرف على آخر مستجدات قضية الوداد في مشكل ملعب رادس، ونختم كالعادة بتدوينة مثير الجدل هذه المرة، تدوينة من مصر. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما صلة وارتباط بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي سعد الله ياسين. سعد الله ياسين المعروف اللاعب سابق الوداد ومسير بالوداد ومتيم بالوداد. شكرا سي حسن المصري، مرحبا بي عندكم وفي قناة تيليماروك، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. في الضفة الأخرى رجاوي، كاين ودادي كاين رجاوي، سفيان طالع اللاعب السابق للرجاء والمحترف بنادي السالمية الكويتي، مرحبا بك معنا لأول مرة بلاتو تيليماروك. شكرا سي حسن، شكرا سي سعد الله ياسين، ومرحبا بقناة المتتبعي تيليماروك. البداية من أرض الكنانة من مصر، وآخر استعدادات المنتخب المغربي لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. قبل ما نبدأ النقاش نمشيو جميع مع زميلنا محمد خير ونشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. مع انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا مصر 2019، لا زال معسكر المنتخب المغربي في القاهرة يشهد حالة استنفار من أجل رهان الجاهزية. إصابة المدافع مروان داكوستا تزيد من قلق الناخب الوطني هيرفي رونار على خط الدفاع، والجدل الذي رافق انسحاب المهاجم عبد الرزاق حمد الله من البعثة المغربية قبل السفر إلى مصر يزيد من جهود الطاقم التقني، ليس فقط على المستوى البدني أو التكتيكي بل أيضا النفسي. حديث عن استدعاء قطع غيار بديلة من الوداد ترميم الصفوف ورصها قبل صافرة البداية في النزال الرسمي الأول بعد غد الأحد أمام ناميبيا. المنتخب المغربي يراهن على مشاركة ناجحة في الحدث الإفريقي لإنهاء صيام الأسود لأكثر من أربعة عقود من الزمن، حيث يعود التتويج الوحيد والأخير للكرة المغربية في كأس أمم إفريقيا إلى سنة 1976 بإثيوبيا. وتمثل المشاركة الحالية للأسود في البطولة التي تستضيفها مصر الثالثة من نوعها في تاريخ البطولات التي استضافتها مصر، إذ سجل المغرب حضوره في نسختي 1986 و2006 على أرض الفراعنة دون أن يصعد إلى منصة التتويج. سعد الله، انت كمتتبع لمسيرة المنتخب المغربي كتشوف بأن هذه البداية مختلفة عن المشاركات السابقة، علاش؟ لأن رافق البعثة إلى مصر قلق، تساؤل، غضب، كانت الواقعة ديال صراع فجر وحمد الله أرخت بظلالها على رحلة المنتخب المغربي، كيف يمكن التخلص من هذا القلق؟ فعلا الاخ حسن، القلق الان يسود كل الجماهير المغربيه، وخاصه عن الحاله اللي ظهر بها في المباراتين الحبيتين الفريق الوطني، ومن بعد الحادثه اللي طرات ديال حمد الله مع المنتخب وانه غادر المعسكر، فهذا يعني كله بعت على القلق، خاصه ملي كتشوف المباراه كتلقى ان الوجه الحقيقي للمغرب ماشي هو هذاك، فكان دائما تخوف، والمغرب كله عاقد العزيمه ديالو، الجماهير كلها، الشعب المغربي سواء يكون متتبع الرياضه او لا، فهو بالنسبه بالي هذا المنتخب هو الامل ديالو في انه يحقق واحد النتيجه في كاس افريقيا، خاصه على انه دائما الحلم ديالنا اننا نظفروا به، ولما لا وعندنا المؤهلات، فهذا القلق خلى الشعب المغربي ولا كي يعني ماشي غير قلق، ولا عنده حتى لدود يعني الشك على اساس ان المغرب غادي يحقق نتيجه. فيعني كيف قلتي البدايه مختلفه والبدايه متعثره، ولكن تمنع الله ان البدايه الرسميه في الكان اننا نداركو، هذه بدايه غير ديال اللقاءات الحبيه والتحضيرات، فكنطلب على انه نداركو ان شاء الله هذا الخطا، وعلى انه يعرفوا
لان احنا ماشي في حاجه باش يكون يعني يكون واحد اختلاف، يكون تفريقه ما بين لاعبين او يعني ما كنقولش غير لاعبين، حتى لو ستاف تكنيك، ستاف ادمنستراتيف، ستاف ميديكال، كلهم خصهم يكونوا يعني بالنسبه لنا يد وحده، وكلهم غاديين في نسق واحد وكيعزفوا معزوفه وحده كاوركسترا. ولكن كيفاش؟ اللي خاص هي انه دابا في هذه الحاله كاين جوج ديال الربان اللي غادي يسيروا، واحد ربان القافله هو المدرب، هذا فيما يخص اللاعبين والطاقم التقني والجانب التقني، وكاين ربان الاخر اللي هو كيشرف على الرياضه والاداري، هو كيتمثل في رئيس الجامعه. فبجوجهم خصهم يدخلوا كل واحد من المنطلق ديالو ومن الاختصاصات اللي عنده، على اساس انه يرجعوا هذاك التالف، هذاك التلاحم، وديك الروح ديال الانتصار، والروح ديال يعني لو ديفي، ناخذوا واحد التحدي باش اننا نحقوا للشعب المغربي، وعرفوا على ان راه الشعب المغربي كل الامال ديالو فيهم هما، فخصهم يمثلونا احسن تمثيل. واخا غنمشي عندك سفيان طلال، واش متفائل متشائم بهذه البدايه خاصه في ظل هذا المشكل اللي وقع؟ فكما كعرف الجمهور المغربي كل شيء كيتسنى في المنتخب الوطني المغربي بانه يحقق واحد النتيجه ايجابيه ب دولة مصر، فان شاء الله اللاعبين غينساو هادشي هذا، خاصهم يتكونسونطراو على الماتشات ديالهم، ينساو المشاكل اللي وقعات مع حمد الله مع فجر، يكون خير ان شاء الله، وانا متفائل ان شاء الله غادي يحققوا نتائج ايجابيه بمدينه مصر ان شاء الله. هادشي اللي كيتكلموا عليه على لي كلون كاين حتى في الانديه، ما غير ما عرفتش المنتخب كياخذ. سي حسن صراحه انا شيء طبيعي بين اللاعبين كيتخاصموا بين هذا، فهذا ما كيمنعش بان المنتخب الوطني غادي يبقى مكونسونطري على حمد الله ولا على فجر، ان شاء الله غادي يحققوا نتيجه ايجابيه، وعارفين المسؤوليه اللي عليهم والشعب كامل وراهم كيتسناهم، فالحمد لله غادي يقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله، وانا متفائل بهم ان شاء الله. انت كون وقع لك ما وقع لعبد الرزاق، مشيتي للكونسونطراسيون، مشيتي لعبتي ذاك الماتش ما عطاوكش بيلانتي، وقع لك هذاك المشكل، لقيتي الكليكات كاينين تمايا، واش تساكك وتجي ولا تكمل؟ صراحه ما نديرش بحال الحمد لله، فحمد الله كان صديق ديالي ولعب معايا في المنتخب الاولمبي، انا ما كنحترمو حتى هوايا، فبالنسبه لي انا كانا كاع ما ندير كيف دار حمد الله، فغنحترم الوطن ديالي ونحترم اللوغو ديال المنتخب الوطني المغربي. فون هو محترم الوطن، هو حس ب سمحتي هو حس بالحق، ولكن هادشي كله مع واخا انه يكون معاه الحق وانه عاش ولا عانى من النقابه ولا من واحد ما بغاش يعطيه، كيعرف راسه بانه تما راه ما كنمثلش غير نادي، انا كنمثل شعب، انا سفير داخل النادي ممكن، داخل النادي ممكن لان كاين غير النادي بعضياتنا وكاين رئيس ومكتب نقدر، ولكن هذا راه منتخب، منتخب كتمثل شعب، امه، رايه، ما يمكنش وما يمسفحش لانك انت سفير ذيك الوقت ماشي غير لاعب. طلال ما عندكش مخاوف ان ذاك الشيء اللي وقع في ملعب مراكش كبير، هذوك اللي سيفلي الفجر يقدروا يتكرروا في القاهره؟ ما نظنش، ما نظنش، خاص لا ما نظنش، خاص الجمهور المغربي، ما خاصش يكون، ما خاصش يكون، خاص الجمهور المغربي خاص يعاون المنتخب ديالو ويعاون بلادو، لحقاش حنا راه مقبلين ان شاء الله، راه خاصنا نديو الكوب هذا، لا ما ديناش في هذه السنه هذه، راه ما خاصش تكون شي مبادره من الفجر انه باللي يدخل يمشي ان شاء الله، كل شيء غادي يسند اللاعبين ان شاء الله. معقوله انه انا بالنسبه لي خاصها تكون بحال هذه المبادره، ان الفجر يحاول يتصالح مع الجمهور بواحد لو جيست، يعني بواحد الطريقه حضاريه، طريقه يعني في الادب، في اطار الادب، انه كيبين لهم على انه كيتاسف يمكن على الحدث اللي طرا وعلى اللي وقع منه ويتصلح. سي حسن الجمهور المغربي غيساند فيصل الفجر وغيساند المنتخب كامل ان شاء الله باش يمشي في مسار جيد ان شاء الله، باش ما يتكررش داك الشيء اللي وقع في المباراه الوديه، لان حسينا بان تحقر شويه. تحقر، ولحسن الحظ ان ما كانش عنده شي رد فعل خايب تجاه لاعب بروفيسيونيل، راه ما خاصوش، راه لاعبين محترفين، راه لهذا علاش كنقول تحمد الله تبارك الله، راه لاعب محترف، فكان خص يكون حتى التصرف محترف. غير حمد الله، غير حمد الله نقاطعك سي حسن، حمد الله لعب معايا نفسه خيبه، هو كما كنقولوا حنا ما كيحملش يشوف شي حاجه لعب معايا عند بين فيربيك، راه شوك هو دوزنا الكاليفيكاسيون ديال ضد موزمبيق فاش ماركا، دوزنا الالعاب اولمبياد، راه به هو حمد الله، فحمد الله نفسه خايبه، وكنظن بانه هو دري زويون ولعاب خلوق، يتدارك هذا الموقف هذا ان شاء الله ويساند المنتخب حتى هو مع. شكرا. طيب غادي نمشيو للمحطه الثانيه في غليسه رياضيه، المحطه الثانيه تاخذنا من مصر الى الدار البيضاء والوداد، وقضيه الخلاف القائم مع الترجي، الخلاف المؤجل.
غادي نرجع عندك ياسين كمسير ودادي. الناس كتسائل على الموعد، مازال ما عرفوش الموعد، مازال ما كاين حتى شي حاجه. اخر اجتماع ديال الكاف ما تكلموش فيه كاع الماتش ديال الترجي والوداد، واش هذا الشيء كيزيد شويه قلق؟ لا، بالنسبه لنا الجمهور اللي ما عارفش مثلا ولا بدا غيتقلق، وغادي يخلق واحد يعني ارتباك عند الجماهير وقتاش غيتلعب هذه المباراه، ما تحدثش يعني المكان والزمان. ولكن هذا كتعرف بانه الان لاكان لاكاف حتى هي راه مقبوله يعني مقبله على اجراء اقصائيات نهائيه ديال كاس افريقيا للامم، فهذا هو يعني الاول. فخلاله يعني كنظن نهار 15-16 في هذا الشهر اللي جاي جويليه اللي غادي يكون المؤتمر ديال الكاف، وغيكونوا ديك ساعات اللجان، حتى لجان المنافسات هي اللي غتحدد المكان والزمان، وحتى لجنه التحكيم تحدد. فالمقابله يعني أتعود هذا في اطار الكاف، يعني في اطار المجلس. احنا ما كندويش على الطاس، احنا ما كندويش على الطاس، كندوي على الكاف. انا يعني على الاتحاد الدولي الافريقي. الاتحاد الافريقي اعلن على انه خصها تعاود، ولكن اللي غادي يحدد المكان وهذا هما اللجان. كاينه لجنه المنافسات والمسابقات هي اللي غادي تحدد، لجنه التحكيم غتعين الحكم مثلا واش مغربي واش اجنبي على حساب. فيعني راه كل حاجه بوقتها. يمكن عندهم دابا عندهم كاس الامم الافريقيه في خضم ملي غيكون المؤتمر وغتكون الجلسات، راه غادي يعينوا ان شاء الله باش يكون يعني يمكن 10 ايام 7 ايام من وراء كاس شويه يعني. بالنسبه للمدرب ما عارفش شنو هو الموعد اللي جاي، ما عارفش التاريخ ديالو. اللعابه كيمشيو كيساليو لي كونترا، ما كتعرفش غتجيب هذوك اللي غتجيبهم، واش عندهم الحق يلعبوا في هذه المباراه ولا لا. هذه كلها علامه استفهام كتخلي الوداد مطالب، الوداد والترجي مطالبين بجوج باش يضغطوا على الكاف باش تعين على الاقل الموعد ديال هذه المباراه. هذا اون باراليل راهما غاديين عند الطاس عند المحكمه الدوليه الرياضيه. اش بالك في التاخير سي سفيان؟ صراحه الوداد البيضاوي ما عارفش بانه اصلا امتى التاريخ ديال المباراه وباقي ما قروش كاع، وغيدخل كاين لاعبين غتنتهي العقود ديالهم. وسي البنزرتي ما باقي ما عرفش كل اللي غادي يستقطب لاعبين، واش غادي واش عندهم حق يلعبوا في هذاك الماتش ما عندهمش الحق. هادشي بالنسبه للترجي، هادشي هادشي دابا خاص لاكاف خاص سميتو خاص تحسم في التاريخ المقابله، الاجراء المقابله، وباقي ما عرفوش فين غتلعب المقابله. هذا خاص الوداد البيضاوي يتحرك شويه باش يشوفوا امتى غتلعب المباراه وفين واللاعبين اللي غيجيبوا اللي غادي. لا هي واخا تحركوا خاص ولا بدا الكاف اللي غتعين، لان عندهم واحد المساطير غيتبعوها باش يقدروا. غير هي راه حتى الكاف راه كتسير، وتا هما مسيرين رياضيين في الدول ديالهم، فما غاديش يعينوا مباراه من بعد سيمانه مثلا من بعد اسبوع ويقول لك راه غيتلعب، الا وغادي يعطيو واحد المهله ديال 15 20 يوم باش الفرق، لان عارفين المرحله الصيفيه كاين لي كونجي ديال اللعابه، عاد كاين لا فاز بريباراتوار ديال اللعابه اللي فيها 15 20 يوم باش يوجدوا عاد لو ريتم. هي تقنيه صعيبه تحبس، صعيبه تحبس وعاد تبدا ماتش ديسيزيف. دونك غادي يعطيهم على الاقل، انا هذا غير اقتراح ماشي ملزم، لانهم غادي يعطيهم شهر 8 من الاسبوع الثاني ديال شهر 8 عادي يقدروا يلعبوه الا كانوا غيلعبوه، لان عارفين غتسالي لاكان في 19 جويي غادي يلاه يوجدوا الفراقي ديك الساعه كيبداو يوجدوا، لان لو 15 لو 11 كيبداو ناخذوا تدريب باستعدادات 15 يوم 20 يوم تلعب، يمكن تلعب هذيك المباراه لان مباراه فاصله وفي دوله، فغادي تكون مجد لها. غير هو كيبقى الاشكال اللي قال السي حسن وعنده الحق، انه كاين لاعبين اللي غتنتهي العقود، واش غنجدوا معاهم ولا ما يتجدوش، واش غيجيو لعابه اخرين جداد. فهذه هي الاجراءات اللي خص حنا كنادي ديالنا نسهروا عليها بالنسبه للعابه اللي جداد ولا قدام، كيفاش ناهلوهم، لان لاكاف كتعطيك دي ديدلاين واحد التواريخ اللي تاهل فيهم ولا ما تاهلش. هذا هو اللي خصنا نجرب عليه. بالنسبه للطاس لا بروسيدور هي انه كنحطوا شكوى بالادله بهذا، الوداد التجأت لها، يمكن الترجي التونسي ما عنديش يقين ولا التاكيد، ولكن يمكن تما حطوا، فكيبقى على انه هما كيدرسوا. حطوا انت كتاكد ليا دونك كيدرسوا، غادي يدرسوا الملفات بجوج وغادي يشوفوا مدى مطابقه الشكايات او هذا القوانين، لانهم غادي يحكموا غير بالقانون ولاكاف واش لا ديسيزيون ديالها، لان كنا بجوجنا كنطعنوا في دونك واش الكاف يعني الاتحاد الدولي المكتب ديال الاتحاد الافريقي خدا القرار ديالو طبقا للقوانين ديالو، او عنده يعني الشرعيه القانونيه باش يقدر ياخذ هذا القرار، فهذا هو اللي غادي يتحكم فيه. غادي مادام كنتكلموا على النزاعات في الكويت، كاين شي نزاعات في هذا الشكل ولا الامور هادئه؟
ما كاينش نزاعات الدول الخليجيه كنظن بانه كلها ما فيهاش نزاعات لعب مرتاح تما حاله فريده واولى لان طرات على قبل الفار ماشي على قبل ديسيزيون ديال يعني قرار حكم كيقدر يغلطوا ولكن مادام انه كاينه واحد التقنيه فرضتها الاتحاد الافريقي اننا تستعمل في النهايه تستعملات في الالي في الذهاب كخصها تستعمل في الاياب فهذا وهي اللي كتسمى ليغاليتي دي شانس يعني تكافؤ الفرص فكخصها ولا بدات تكون وهذا هو اللي كيرجعوا لها وراك شفتوا البارح غير المباراه ديال الارجنتين مع هذا راه رجعوا لها هذا باش اعلن على ضربه جزاء للارجنتين فالفار كينفع على اساس انه الحكم يمكن في واحد السرعه ديال ثواني خذا قرار اما صائب او خطا كيرجعوا الفار باش ياكد الفار ما نصفش الوداد في ما نصفهاش في الاول والحكم راه توقف لانه عاود رجع وعاود رجع دابا لظروف ما ولكن في الروتور كون رجعوا ليه ما كانش غيوقع هادشي واخا كاع ان الحكم يرجع ويشوف وياخذ قرار ضد الهدف واخا انه باين كانت الوداد غتكمل فتكافؤ الفرص هو اللي كان خصو يكون وهادشي ما داروهش الفريق التونسي او الاتحاد الافريقي في تونس وما وقفوش عليه وهادشي كيخصو يتدرس في لارينيون تكنيك كتعرفوا انه قبل كل مباراه كيكون واحد الاجتماع تقني اللي فيه الفروق فيه المسؤولين ديال الاتحاد الافريقي يعني عميد المباراه او لو كوميسير دو ماتش كيكون لو كورديناتور كيكون ديال الدوباج يعني واحد ستاف كيكون ديال لافريك هنا فين كنديروا جميع لي ديتاي ديال المباراه غدا فكان خص هذاك الفار نورمالمون خصو يتناقش كيف هنا في المغرب تناقشناه في لارينيون تكنيك حتى تما كان خصهم يناقشوا سعد الله كاين واحد الواقعه وقعت في تونس الان هي بين وزاره الداخليه التونسيه كتصدر بيانات وهنا العائله ديال واحد المشجع ودادي قالوا مات في تونس في تونس الا سمعتي به وودادي اصله من الشاون الداخليه التونسيه كتقول لك ما عنده حتى علاقه بمباراه رادس انه مات خارج هذا الاطار العائله ديالو كتقول بانه مات اعتداء على خلفيه هذيك المباراه انتم كوداد هي كوداد انا مازال كاين شي حاجه رسميه توصلنا لا ما كايناش شي حاجه رسميه توصلنا بها ولكن الاعتداء يقدر يكون في المباراه هذا كنعيشوه دائما كاين اعتداءات على الجماهير ديالنا هادشي وقع في 2011 وقع حتى دابا في 2017 فكان يعني اون سوف لو مارتير كنعانيو من الجماهير ديالهم واعتداءات حتى من طرف رجال الامن ديالهم كيعتديوا على الجماهير ديالنا هذا واقع ما نكروهاش ونقولوا فيمكن هذا مقابل رجال الامن ديالنا حنا مقابل لا بالعكس رجال الامن ديالنا وهذا يعني زعما تحيه لهم انا كنقولها كيحافظوا على الضيف اكثر من كيحافظوا عليك انت ود البلاد والله وشفتهم كيفاش انا هنا في الرباط كيفاش الجمهور ديال تونس يعني تسهيلات باش ولج للتيران وحتى باش خرج حتى الخوال الملعب وجابوا لهم الحافله حتى لعندهم وداوهم كاملين والحمد لله حتى الجمهور كان معاهم مأدب نسال المباراه رغم انها تعادل وظلمنا ولكن ما كان حتى شي حديث كاين حاله كاين حاله اخرى ديال الوفاه كانت في مركب محمد الخامس في المباراه مع خريبكا كان طرات طاح من تما من لي غرادان طاح هنا كاينه واحد فجوه في مركب محمد الخامس هي ديال ما بين لي فيسير كاينه واحد فجوه باش توصل ربعي فهذيك يمكن باغ مومون دين اتونسيون بدا انتباه طاح ملي كيطيح كيطيح سي دي بيتون ارمي صعيب هذاك دونك طاح عليه مسكين على راسو في الحالة انت كنت مسؤول على المركب في واحد الوقت وي كنا مسؤول على 10 سنين في الحالة المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية كترجع الى كانت مثلا بحال اللي كنا دايرين حنا قبل لا ريسبونسابيلتي سيفيل كيديرها الملعب المركب هذه لا ريسبونسابيلتي سيفيل سبحان الله طاحت عليك شي حاجه شي صخره شي كرسي ديال ولكن حنا اللي طاح يعني من لا فيل كتعوضوا لاسيورونس بالنسبه لهذه ديال المشجع التيران على التيران كنخلصوا على التيران لا دابا مشجع دخل وطاحت عليه شي حاجه اش كنقول لك هذه اللي كنديروا حنا لا ريسبونسابيلتي سيفيل ديال مجلس المدينه كيديرها على الملعب على المركب لان المركب ماشي ديال النادي ماشي ديال الوداد ماشي ديال الرجاء ماشي ديال التنادي ديال المدينه فكنديروا اون ريسبونسابيلتي سيفيل حيت كاين تما ما يكونش مباراه ودايز واحد جا غير يتسارى ولا جاو يصوروا طاحت عليه شي حاجه ولا بوطو ديال الضو فكتكون هاد لا ريسبونسابيلتي سيفيل كاينه غير هي على نهار المباراه بالضبط كتقدر طرا الواحد كتقدر تدخلو في هذيك الحادثه انا طرات هنا ودخلوا يدخل لاسيورونس مي هذه هي المسؤوليه اللي كاينه اما باش نقول خاصه بالمباريات ما كنديروهاش لان باش دير ما كتعرفش واش غتدخل 25000 واش 30000 واش 20000 دونك حنا ما نعرفوش شحال النادي حتى هو ما يقدرش يدير التدبير الجديد دابا ديال التيران التدبير الجديد ايضا ديال الملعب التدبير الجديد دابا بحال عطيناه اون سوسيتي داكشي اللي كان كيدير مجلس المدينه ديريكتومون دخلت لا واش هذاك هذيك التامين
غادي تعود على لا ميم شوز يبقى مجلس المدينه ولا الشركه حيت الشركه راه تابعه لمجلس المدينه راه مجلس المدينه هو اللي في كونسيل ادمنستراسيون غير سهلوا المساطير انه الا كنتي في مجلس المدينه وبغيتي تدوز صفقه كيخصك تدوز مسطره دابا شركه كدوز بحال بريفي تقدر غدا تجيب 3 بونط 4 وتعطي مثلا الصفقه هذه انا بريفي كتحسب دابا هذه سهلوا المساطير باش يسرعوا الاصلاح ويسرعوا هذا هادشي اللي كاين اما هي دائما تسير تابع مجلس المدينه واخا نستغلوا ما تبقى من الوقت نتكلموا معاك على كيفاش داز الموسم ديالك في الكويت فبدايه الموسم ديالي انا مشيت كتوقعت مع فريق شباب الريف الحسيمي ما توفقتش في صراحه مع شباب الريف الحسيمي كانوا بعض عده مشاكل مع فريق كله ما توفقش كاع اللاعبين اللي في شباب الريف الحسيمي الحين كيعانيو من مشاكل ماديه كبيره فاضطريت بانني نفسخ العقد معاهم جاني عرض من فريق كويتي والسالميه اللي مشيت وقعت معاه موسم 6 اشهر فالحمد لله كانت تجربه ناجحه 100% فالحمد لله كنشكر الله بانني خديت ثاني تجربه ليا من السعوديه ومصر فالحمد لله هذا شيء ايجابي بالنسبه لي انا وان شاء الله الحين دابا الحين انتهاء العقد ديالي وعندي عده عروض غنناقشهم ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله. ان شاء الله وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جلسه رياضيه في المحطه الثالثه وكالعاده تدوينه مثيره للجدل. هذه المره تدوينه تتعلق بالاجراءات التنظيميه لكاس امم افريقيا مصر 2019. سي ياسين المنظمين ديال كان 2019 طاحوا على الخطا يعني هو خطا ربما داركوه ولكنه خطا انه كان واحد البطر للخريطه ديال المملكه هذا شيء لا يقبل هذا خطا فادح وكان خص الناس المسؤولين يمكن نقولوا ما تعمدوش ولكن خصهم يردوا البال لان هذه تربينا عليها من 75 على ان الوحده الترابيه ديال المغرب والخريطه ديال المغرب ما خصهاش تمس ولا نقاش فيها هذه عند الصغير عند الكبير عند المراه عند الراجل في المغرب لا نقاش فيها. معايا بان التمثيليه الدبلوماسيه المغرب في مصر كتحمل جزء من المسؤوليه كان عليها تشوف كان عليها تدارك الامر قبل ما تدخل هذيك الاغنيه هي واحد الاغنيه ديال 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 الدوره والشعار ديالها فيها اغاني فيها هاد الناس اللي الشخوص اللي كاينين واحد كيحمل علم اشخاص في الاخر كيصوبوا بهذوك الاعلام كيصوبوا بهم الخريطه ديال افريقيا وكينقزوا كانت هذه يقدروا يكونوا فاجئوا بها الدبلوماسيه ولكن كنخص الدبلوماسيه المغربيه والتمثيليه ديال المغرب انه يوقف على هذه مساله كتمس وحده الوطن ما بقاش فيها نقاش خص الدبلوماسيه ديروا على هذا العمل وزاره الشباب والرياضه كتقول بان داركت الموقف هذا هو الدور اللي كان خصها تلعب لا هي ولا رئيس الجامعه انه يوقفوا على هذه الحاجه تتدارك فطمأنتني انها داركت لان هذا خط احمر بالنسبه لنا ما فيش نقاش المغرب هذا الشيء اللي غادي وراء صاحب الجلاله خصنا المغرب يبقى سفيان اش بان لك في هذه القضيه؟ فسي حسن هذا غير مقبول بتاتا فأنا ما عرفش انا يلا سمعت هذا منك فما خصوش يكون هذا الشيء اصلا سنتبهوا لي قبل صراحة سنة. فالحمد لله داركوا الموقف كما قال سي سعد الله ياسين هذه وقعت سي سعد الله انا وقعت شحال هذه؟ وقعت في 2013 وقعت في جنوب افريقيا وكنت انايا في نهائيات كاس امم افريقيا وقعت وحنا كنعرفوا العلاقه مع جنوب افريقيا متوتره الى اخره ولكن تم تدارك الامر لانه كتوقع في حينه في عهد جامعه الفهري هذه الامور ما خصهاش 2013 لا ما خصش هذا خط احمر سي مصري لا انت ولا حنا ولا اي واحد ما يقبلهاش ايضا حتى انتم راكم سفراء ديال الكره المغربيه في الكويت اللي كتكون شي حاجه كتمس السياده شي حاجه كتعلق كنظن انكم كتقلق بلادك هذيك راه كتضربك النفس على بلادك اول كتقلق وكتنفعل انك تمشي تهضر لان ما تخليهاش ماشي تقلق وتسكت غتمشي وغدوي عليها لان سفير ديال المغرب انا نشوفها اي مجال في هذا الشيء هذا ما شي ماشي في المجال الرياضي لا في اي مجال في اي مجال لان هذه وحده ترابيه ما كتبقاش تهضر سياده مغربيه ما كنهضرش عبد الله انايا ما حنا المغرب ما عمرنا شفنا شي خطا داروا مع شي دوله ولا شي حاجه ولا المغرب شعب مضياف وكيعترف بحقوق كل شيء ومسالم شعب مسالم ودوله مسالمه ما عمرنا مسينا مثلا مصر ولا تونس ولا حيدنا لهم ولا بطرنا ولا جنب بالعكس مسالمين وخصنا حتى هما يعاملونا بالمثل لان
باسكو اش كدير اغنيه اغنيه ديال ديال واحد الحدث اللي هو قاري حدث اللي هو رياضي وباللي يكون عندك هذا الخلل اللي كيبان بسيط كي بحال كيضرب لك كلشي في الزيرو كلشي معلوم بان كيحبطك وكيضرب لك كلشي في الزيرو بحال ما معترفش فهذا كتثور انت وكتوقف الا كتذكر واحد المره في احدى المباريات ديال المنتخب المغربي النشيد الوطني المغربي ما تعزفش وشفتي عقلت عليها شفت ردات الفعل اللي كانت ردات الفعل اللي كانت لا صراحه شكرا لك سي ياسين شكرا لنهاية حلقتنا اليوم نتمنى نشوفك معنا مرة أخرى بلاطو تيلي ماروك إن شاء الله سي حسن أنت صديق عزيز وتيلي ماروك إن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح إن شاء الله سفيان طلال سليل العائلة الرياضية كنشكرك على الحضور ديالك معنا ونتمنى أنك تكون معنا شكرا لا ما احترفتيش لا ما احترفتيش إن شاء الله إن شاء الله شكرا سي حسن شكرا سي سعد الله ياسين وكنتمنى من الحظ الموفق للفريق الوداد البيضاوي إن شاء الله والمنتخب المغربي والمنتخب المغربي دابا بالضرورة إن شاء الله. وهذا كنوصلوا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسة رياضية نتلقى معكم بداية الأسبوع القادم إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى إلى اللقاء